السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. ورجعت لكم بجلتش فلوس جديد. طبعا شباب، هذا الجلتش خاص للناس المطفرة، للناس الجديدة على اللعبة، تمام؟ راح يستفيدوا منه أكثر شيء. الناس اللي معها فلوس ما راح تستفيد منه، يعني فلوس، يعني مو فلوس كثير فيه، تمام؟ بس راح تستفيد منه للناس المطفرة اللي تبي فلوس وتجديد على اللعبة. طبعا شباب، أهم شيء تكون عندك هذه الشاحنة وتكون مشتريها، تمام؟ فبوريكم منو تشتروها من الموقع. دخلت عليه انا هذا، وبتختار عند فلتر ليست وبتحط اوف رود، تنزل لتحت شوي، يكون سعرها 45,000. هذه السيارة شباب اشتروها، خليها عندكم، لا تبيعوها ابدا، لانه عن طريق راح تجيب سيارات وتبيعهم، تمام؟ فاهم شي شباب تكون مشتريها وتكون حاطة جنبك، تكون مطلبها، يعني حاطة جنبك السيارة ومجهزة جنبك. بعدين بعد ما تطلبها وتجهزها جنبك، ادخل على الاونلاين، على جوب بلاي جوب روكستار كرييتد ميشنز، وروح لتحت عند المهمة هاي تايم تو جيت اواي، هذه مهمة بالذات ادخل عليها، تأكد انك بالمهمة لحالك وما تدخل اي احد معك. تحط دائرة يعني الهوست، تخرج لحالك، اهم شي تكون لحالك بالمهمة، ما يكون احد معك، تمام؟ بس تحط كونفيرم سيتنج وبتعمل بلاي، بلش مهمة، حط اكس انه بدي العب لحالي، انه ما بدي احد معي يكون. راح ابلشو لك مهمة محل ما كنت واقف انت والسيارة جنبك. اوكي شباب، هسه راح نجيب الشاحنة هاي اللي معنا، راح نجيب كمان ثنتين زيها ونبيعهم بعد المهمة. اوريكم مكانها وين بتكون موجودات الثنتين، تمام؟ واحدة بتكون موجودة محل ما انا حددت هون بالضبط، بالضبط هون بتكون موجودة واحدة أول سيارة، والسيارة الثانية هاي البيكم راح تكون كمان هون. هم ثنتين راح يعني بالمهمة هاي راح نجيب ثنتين وبعد المهمة نبيعهم، تمام؟ يعني هذا هو لقيت شباب، إنه عن طريق السيارة اللي معنا نجيب ثنتين. فأنت روح على المكان المحدد بس على مهلك، لا تكون سريع، شوي شوي امشي، لا تكون سريع زي ما تشوف، امشي شوي شوي، لما تقرب من المكان امشي شوي شوي عشان ترسم من السيارة او البيكم اللي بدي اياه. زي ما تشوف هاي هو لونه ازرق، بس هسه ممكن انتم ما تشوفوهوش بيكم، تشوفوه زي سياره زي جيب، بتحكوا لا مش هو. كيف تميزوا انه هو نفس النوع او هو نفس السياره اللي معي؟ بيكون مكتوب قدام فوق في بد، او ورا مكتوب زي علامه الفورد ورا، تمام؟ وقدام عند البوز مكتوب في بد. هسه بنزل بوريكم كيف. شوف البوز عندي مكتوب في بد، بوز السياره اللي معي انا، زي ما تشوف مكتوب فوقك فيبد، وقلت سيارة زرقاء كمان او البيكم ازرق كمان مكتوب فيبد زي ما تشوف، ونفس البوز من قدام ومن ورا في علامة الفورد، فهذا بيثبت لك انه نفس السيارة. فهسا انت بس تاخذ السيارة، كل عليك تروح على كراج بيتك او على بيتك، تكون حافظ مكانه وتحدد عليه، ما راح يكون مبين على خريطة، بس حدد عليه انت وروح عليه، تكون حافظ مكانه. طبعا انا على اليمين عندي هون في كراج، مش بيت، كراج لحاله، فبروح عليه، حددت عليه وبروح عليه، بدخل السيارة فيه وبطلع. طبعا اول سيارة بتاخذها لازم تدخلها بالكراج، تخلص منها بعدين تروح تجيب السيارة الثانية، ما بصير تاخذهم تنتين مع بعض، واحدة بواحدة. طبعا وصلت الكراج شباب، فبدخلها بالكراج، الكراج تاعي فل، مش شرط يكون فل، يعني هو فل اصلا كان لحاله، فببدلها محل اي سيارة ما بدي اياها، فببدلها محل هذه من الشارع اسمها سلطان اسم السيارة هذه، بدلها محلها. طبعا مش شرط، يعني لا حد يخربط يفكر لازم الكراج فل، لا ماله دخل، ماله شغل، فل ولا مش فل ماله دخل بالقصة كلها عادي. لا إله شو، بس شو مسوي؟ بنطلع برا الكراج وبترن على الميكانيكي وبتطلب سيارتك اللي شريناها من الموقع ب 45,000 مرة ثانية، اللي كانت معنا بنطلبها مرة ثانية لعنا، فبرن على الميكانيكي وبتطلبها، تكون حافظ موجودة، وكون حافظ بأي كراج كانت موجودة سيارتك اللي أنت شريتها من الموقع، تمام؟ طبعا هذه السيارة خلاص خلها بالكراج، لا تطلبها ولا تسوي فيها شيء. فأنا حاطها بالكراج اللي بالمدينة، فطلبتها، اسمها ساند كينج اكس ال، طلبتها، استنى تيجي السيارة، اجت السيارة شباب، هي نفسها اللي كانت معنا، فعن طريقها راح نرد نجيب كمان السيارة الثانية او البيكم الثاني. يعني اهم شي ما تجيب السيارات الا بتكون راكبها هذه السيارة، اهم شي، يعني هاي السيارة بتخلي السيارة اللي نجيبها بترسبن، لو رحت بسيارة ثانية ما راح ترسبن السيارة اللي بدنا اياها. طبعا شباب الطريق اللي مشيت منه مش لازم امشي منه، لانه اصلا السياره بدنا اياها بتمشي من طريق هذا، فاحنا لازم نكون جايين من تحت،
من الطريق اللي تحت، فهمتوا علي كيف؟ هسه بوريكم كيف. ايوه هسه بتوصل للمكان هذا، ضلك ماشي، ضلك ماشي لقدام. احنا لازم نيجي من الطريق لقدام. كيف السياره على الشمالي هذه زي ما هي ماشيه، احنا لازم نكون جايين من الشارع هذا اصلا، بس مش مشكله عادي. لو جيت من فوق امشي زي ما مشيت انا، ولقدام لف. انا جيت من نفس مكان السياره اللي راح تيجي، فمشيت لقدام ولفيت. تمام، يعني هو افضل تيجي زي ما مشيت هسه من هون هيك، لازم تيجي من ورا اصلا هيك، ضلك ماشي لهون بس عادي. فانا جيت من نفس الطريق السياره بتيجي منه ولفيت عادي ما في مشكله، بس هسه امشي على الهادي، امشي شوي شوي لانه السياره راح تيجي من الشارع الابيض لقدام، في كزي فوق تنزل منه زي ما تشوف بينت هيها. فهمتوا شو قصدي؟ لازم اكون جاي من الشارع انا ماشي منه هسه، بس عادي. هون شباب خربطت انا، ما صفيت السياره قدامها فهربت السياره، اللي بيسوق بالسياره هرب، فهذا غلط يعني، المفروض ما تخليه يهرب، لازم تسكر السياره عليه صح. فيلا بروح اسرق السياره وبرجع لكم. تمام شباب، قدرت اني اوقفه بعد ما لحقته. طبعا اهم شيء توقفوا زي هيك يعني، ثبته ثبته بعدين انزل من السياره. اوف طلعت بنت كمان. المهم هي اخذنا السياره. هسه نفس الشيء شباب، بتحدد على كراجك او على بيتك لانه ما بيكون مبين على الخريطه، انت حدد عليه وروح داخل السياره بالكراج. فبحدد على البيت او على الكراج تاعي اللي هو نفس اللي دخلت فيه السياره الاولى، بروح داخل السيارة الثانية فيه. طبعا شباب يعني كل مهمة بتسويها بتاخذ سيارتين. طبعا البيع بيختلف من سيارة لسيارة، انه هاي السيارة هسه الان الصفراء غير عن السيارة الزرقاء كتعديل. تمام، هاي معدل غير تعديل هذيك، فحسب كل واحدة معدلة تنباع السيارة كم تنباع. فهمتوا علي؟ يعني ممكن تنباع 20,000، ممكن هذيك 19,000، كل واحدة حسب تعديلها. اهم شيء السيارة اللي شريناها ب 45,000 لا تبيعها، خليها عندك، كل مرة سوي فيها المهمة وجيب سيارتين وبيعهم. فهمتوا كيف؟ يعني كل مرة بنجيب السيارة، كل مرة بنجيب السيارة برتقالية شريناها ب 45,000 وبندخل فيها المهمة وبنجيب سيارتين زي هذول وبنبيعهم. فهمت علي كيف؟ فهذا أحسن طريقة شباب إنكم تكسبوا فلوس بالأول عشان مثلا تشتروا فاسيلتي أو شيء. هذه هي المهمات اللي تجيب لك فلوس، أو هذه الطرق اللي تجيب لك فلوس، جلتشات بسيطة ضلك سويها بتدبل فلوسك شوي شوي. طبعا شباب مكان السيارتين بوريكم إياهم مرة ثانية. المكان الأول بتكون مرسبن هون أول سيارة، والسيارة الثانية بترسمن كمان هون من عند الكزية. فهمتوا علي؟ هات شو ضايل نسوي يا شباب؟ ضايل شيء بسيط، إننا نطلع من المهمة. تمام؟ نطلع من المهمة، فقبل ما اطلع من المهمة بحط لاست لوكيشن، أنا على كيفي بحط لاست لوكيشن عشان رسبنوني جنب البيت. عشان رسبنوني جنب البيت لأني بدي أرجع على البيت أوريكم السيارات موجودات لسه. هذه خطوة لا تسويها، بس أنا سويت هيك عشان أرجع بسرعة على البيت. ما إلها داعي اللاست لوكيشن. ما إلها داعي. هسه بتطلع جوالك وبتكبس اكس اول وحدة مربع اكس، بتعرف تطلع من المهمة. تفتح الجوال اكس، تفتح الرسالة مربع بعدين اكس، نطلع من المهمة. انا عامل لاست لوكيشن عشان رسبنوني جنب الكراج، عشان بسرعة زي ما تشوفوا افوت الكراج واوريكم السيارات، ما اتغلب اجي من بيتي لهون. طبعا سيارات الشباب راح تكون موجودة جوا، انتوا كله عليكم تاخذوا سيارة سيارة وتبيعهم الثنتين. تمام، بيع ثنتين، بس اوعك تبيع السيارة يعني مثلا اللي انا حاط السيارة اصلا بكراج ثاني اللي شريتها، اوعك تبيع هذيك السيارة. هاي سيارتين شباب موجودة عندكم، كل عليك هسه تبيعهم، وبالسيارة الاصلية اللي شريتها من موقع تسوي الجلتش مرة ثانية وتدخل مهمة وتجيب سيارتين مرة ثانية. وبس شباب هيك وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى لا تنساني من لايك، واذا ما كنت مشترك اتمنى انك تشترك وتفعل زر الجرس، ومع السلامة.